طيب انت اللي بتختاري الرسمه ولا انت اللي بترسمي بنفسك بقى؟ انا برسم برسم بنفسي، هي هوايه اصلا كمان، بس الكلاينت طبعا هو اللي بيختار الديزاين اللي هو عايزه، واحنا حسب المناسبه اللي هي رايحاها مثلا بالظبط كده بتختلف. يعني لو انا بقى رايحه حفله مثلا او فرح او رايحه مصيف، كل الدرجات الالوان والرسومات بتختلف طبعا. لان انا شفت حتى الفتره الاخيره اني لما انا خلاص، عشان احنا في الصيف دلوقتي، فالالوان بقت كلها الفسفوري، الاورنج، البينك، كل فتره وليها الوانها، ليها الوانها دي حقيقه. هتلاقي في الشتاء بقى احمر وبني وحاجات كده دارك، لكن بقى هتيجي في الصيف هتلاقي بقى حركات كتيره قوي في الصيف. انت بقى بتتابعي كده الرسومات يا اميره؟ طبعا. بتبقي مثلا بتاخدي كورس مثلا، ولا انت بقى بتبقي عارفه مثلا الديزاين اللي طلع دوت انا هعمله ازاي؟ بصي، هو طبعا انا في الاول خدت كورس قوي كمان، بس الرسم بالممارسه، لازم تكوني بتمارسي. انت بتحبي الرسم؟ طبعا طبعا، فاكيد طبعا انت طالما عندك هوايه حب الرسم اكيد هتعرفي تتقني انك انت ترسمي على ضفر، والمساحه بتبقى صغيره جدا جدا جدا. طبعًا. انت بترسمي اصلا بفرشه اصغر من فرشه الايلاينر. انا كمان بشوف. طبعا. زي ما واضح كده في الفيديو، كنا بنرسم فراشه اول امبارح تقريبا. امبارح، فهي بتبقى المساحه فعلا صغيره قوي، وانت لازم تكوني اصلا يعني في دقه طبعا جامده جدا، عشان بتنفسش. احنا ما بتنفسش. انا بس كنت لسه هقول لك، انت اكيد ما بتحبيش حد يتكلم خالص جنبك او يشغلك في اي حاجه علشان تطلعي الشغل بتاعك على اعلى مستوى. بالزبط. طبعا. انا بقول لك ما بنتنفسش واحنا بنرسم، وبالذات الفرنش برضو والفراشات والكلام ده كله، لازم تبقي مركزه قوي قوي فيه. تمام. طب أميرة بقى عايزين نتكلم عن حاجة مهمة، الرموش. طبعا اللاشز طبعا دي بقت المودة العصر دلوقتي، عايزين نتكلم عنها أكتر وتقولي لنا يعني في رموش دائمة فعلا؟ في رموش بتقعد قد إيه؟ شهر. أي رموش اللي بيقول لك دايمة بقى 3 شهور والجو ده، ما فيش الكلام ده خالص، لأن أصلا إحنا رموشنا الطبيعية أصلا، رموش طبيعية طبعا، الرموش الطبيعية أصلا هي بتتجدد كل 25 يوم. يعني أصلاً. انا رموشي بتتجدد كل 25 طبيعي، كل 25 يوم اصلا انت هتلاقي فيه رمش بيقع، فيه واحد بيطلع مكان. بالظبط كده. واحنا الهير باي هير احنا بنركبها على رموشك الطبيعيه. فطبيعي رمش هيقع، هتقع مع الرمش الصناعي. بس فما فيش حاجه بتقعد اكتر من شهر، انت ممكن تعملي ريفال عليه بعد شهر، لكن ما يقعدش اكتر من شهر. طيب فيها ناس بتكتب بتعمل اللاشز هير باي هير بس ما بيقعدش، يعني عارفه بعد يومين بالظبط تلاقيه ما ينفعش، وتيجي تقول لك لا بس ما تجيبيش ميه عليه اول يوم. ليها تعليمات فعلا. المفروض اول 24 ساعه دي لو دايمه، اول 24 ساعه ما تجيبيش ميه، وكمان الاويل بيوقعها. الميك اب ريموف بتاعك يكون ما فيهوش اويل، ما نفركش في عينينا، ما ننامش على عينينا، الحاجات دي كلها فعلا بتوقع رموش. بس دلوقتي زي ما عملنا بديل للهارد جيل، بديل بتعملي ريفيل ليها؟ عملنا دلوقتي برضو للرموش، لان برضو الرموش ما ينفعش تتوضي بيها، فاحنا عملنا بديل. ايه هو البديل؟ الرموش كمان ما ينفعش تتوضى؟ ما ينفعش. فاحنا عملنا ليها بديل، في رموش بقى مؤقته بتقعد اسبوعين او اسبوع وانت تقدري تشيليها لنفسك. طب ما هي هيها برضو. طب ما انا هقعد اسبوعين برضو مش هعرف اتوضى ولا اصلي.